السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصعيد الآخر الذي ممكن أن نتحدث عنه هو الصعيد الأسري. كما تعلمون، قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يجب علينا ونحن نعيش هذه الأجواء المؤلمة أن نتأمل كثيرا في أسرنا. اليوم بعض الناس يسأم من الجلوس في البيت، ويعتبر ذلك حجرا قسريا مؤلما وحالة غير متعود عليها. وقد أخطأ هذا البعض، لأن تفكيره نابع من عدم الشعور بالمسؤولية تجاه أسرته، وهو في حالة هروب وتقاعس عن الواجب تجاه هذه المملكة الكبيرة التي هي كما تعلمون قوام المجتمع. من المفترض على المؤمن وهو يعيش هذه اللحظات التي قد لا يرزق بمثلها أن يقوم بعملية تدبر وتفكر ونظر فيما مر سابقا وما مرت به هذه الأسرة من ماضي. يجب عليه أن يفهرس ويراجع مراجعة دقيقة ليفرز بين ما هو سلبي ممكن أن يتحول إلى إيجاب، وبين ما هو إيجابي ممكن استثماره بشكل صحيح. ثانيا، عليه أن يستثمر الوقت في حفظ القرآن الكريم، تعلم أحكامه، التدبر في آياته، ومسؤولية جدا ضخمة أزاء كتاب الله تبارك وتعالى. عليه كذلك في هذا المجال أن يستمع لآراء أسرته في مستقبل الحياة، وما هي سبل الاستفادة من هذه الفرصة التي أجبرت فيها العائلة أن تجتمع لأكثر الأوقات التي لم تكن لتحصل فيما سبق. ثالثا، يحاول الأب وتحاول الأم أن يبتعدا عن حالات التشنج، ومحاولة خلق حالة من الفرح والسرور قدر ما يستطيعان. رابعا، مراجعة الجانب الاقتصادي والاستفادة مما يمر، وكيف يستثمر أو تستثمر هذه العائلة هذا الظرف في المستقبل. رابعا، تشجيع الأولاد والبنات على حالة العطاء والتكافل والتكفل بالأيتام والمستحقين من خلال تنمية الإحساس بالشعور بالآخرين وتنبيههم على فضيلة التكافل الاجتماعي. بعد نقطة أخرى، يجب متابعة مستواهم العلمي وبدقة كي لا يحصل ضعف في هذا الجانب المهم. كذلك هي مسؤولية تقع على متبادلة بين الأب والأم ممارسة هذا الدور المهم، لأن هذا الوقت لابد أن يغتنم ولابد أن يستثمر. مو النبي الأكرم شقول يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. إذن نحن أمام وقت كبير، وهذا إذن واقع الحياة. فالإنسان تمر عليه لحظات قد لا يشعر بها، يحددها القرآن الكريم هذه اللحظات كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أمرنا ويسددنا لما فيه الخير والصلاح، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.